اليوم ثلاث نقاط هذو مهمين في يعني في التوتال تاع الكلاسمون. اليوم راه في المرتبه الثانيه، ان شاء الله يعني نزيدوا نحصدوا يعني اكبر عدد من النقاط، يبقاو ثلاث مقابلات تسع نقاط ان شاء الله نحصدوا اكبر عدد من النقاط. الحمد لله يا ربي. سي فري بالك في بريمير ميطون تلاقينا بعض الصعوبات، وين شغل حسينا هذيك لافريشور، شغل حسينا بعض التعب، ولكن الحمد لله عرفنا كيفاش نسيروا مجريات المقابله الشوط الثاني. الحمد لله ربي وفقنا، سجلنا الهدف الثاني. الحمد لله نشكر اللاعبين اللي كانوا في المستوى اليوم. وميريت با دو بيردر سور دي زيرور ديفونسيف، اون انكيسي دو بوت كان يكون دو في بانكيسي سي كري بوكو دوكازيون. انا نقول اليوم لا مال شونس لعبت ضد بسكرا اخويا، واش راح نقول لك؟ احنا دونك يا ديسبوار اون فا جوي نو شونس افون، وكي نشوفوا لا بريستاسيون اليوم تاع الفريق يعني المستقبل يبشر بخير ان شاء الله. حنا جينا بسكرا لوبجيكتيف تاعنا 3 بوان، الناس كاع شافت بلي اليوم ما كناش نميريتي ونخسروا، كنا على الاقل نستهلوا ماتش نال ماتش نيل، بيسك لي زوكازيون اللي طاحوا لنا ما ملاحة زوج فرص ماركاو دو بيت، حنا واحد العشرة ما ماركيناش. الله غالب، درنا اللي علينا، تعبنا، درنا كلش، ما حبتناش اليوم. الله غالب، ما كانش معنا لحد وين، راطينا بزاف، ودو بيت اونكيسينا باتم الله يرباتم. ما ان شاء الله اللي بقاو 3 ما ان شاء الله نريكيبيريو 9 بوا فيهم ان شاء الله.